لولو الصغيرة، لولو حركتها مثيرة، لولو ماذا تريد؟ لولو يا صباحي لولو، لولو نمتي حبيبتي؟ لولو نمتي؟ ايه نمت. شوفي ما في شي، بس عم بطمن عليكي اذا نمتي. بس هات لك انت، ما بدك تخليني اعرف نام. لا حبتي نامي، نامي، اصلا انت امك بعتك لهون لشان تنامي. انت ما تنام. انا قلقان. شو رايك هيك يعني نكتشف مع بعض سبب القلق تبعي؟ شو رايك؟ ايش قلقان؟ ايه حط راسك على المخدة بتنام. الله، حطيت راسي على المخدة، غليظة المخدة، ما عم تريح لي راسي. اشيل الافكار السوداء من بالك بتنام. افكار سوداء يا ملعونة. ادي ادي ادي، خلينا نتحدث انا وياكي، الله يخليكي. ادي شوي هلا نتحدث. لك ايه يعني انا لاحظي انه يعني ما تحدثت معك ولا مرة اصلا، يعني بالعرس ما صار في مجال نحكي مع بعض، فالله يخليكي خلينا هيك نحكي شوي مع بعض. طيب ماشي، عشان شو بدك تحكي؟ عن شو بدي احكي؟ شو رايك في العرس؟ عجبك ان شاء الله العرس؟ ايه تضرب انت وهالعرس، ليش اخوك ربحي خلاها نعرف ننبسط وهو بده يشنق حاله؟ معك حق، بس بتعرفي لولو؟ يعني طلعتي من خرجه ورفعتي لي راسي قدام ابي. شو فكرك هي طلبة بتروح ببلاش؟ بوسي حقك. لك يهدوا حيلك، لك يهدوا حيلك، ما بتكل ولا بتمل انت، خليني اعرف نام بقى. بعدين شو ضرورة هالحكي يعني؟ صار لك كم مرة مسمعني اياه؟ ضروري تعيد وتفتي؟ نام بقى، لك نام، نام عليك حيطة. لا ما بدي نام. لولو جتني فكرة، شو رأيك نطلع انا وياكي نشرب قهوة على البلكون؟ لا بدي نام. ماشي الحال. حبيبتي انت نامي وانا هقعد هون جنبي. ايه بس اقعد قرب. ها لا بحقرب بحقرب، انا بس هقعد وادرس. ايه نام بكير لانه نروح على مدرسه بكره. ولي لا شو نروح على المدرسه حبيبتي؟ بكره بيقولوا لك صباحيه مباركه يا عروس، ما في روح على المدرسه. لا حبيبي بدنا نروح. شو قلتي؟ شو قلتي لي؟ بدنا نروح. لا قبلها بشوي، شو قلتي لي؟ انا قبلها يعني قبلها. لا لا شو قلتي لي؟ قلتي لي حبيبي؟ ايه دفع غريبة. لولو لك رجعنا.
لا يا حبيبتي، احنا بدينا حتى نرجع للسحبة اللي رجعنا سامع في صوت كلب. بس انا مالي في سامعة انه في صوت كلب. لا في صوت كلب حتى بالعلامة عم يشخط، عم يعمل هيك هيك عم يعمل. والله هون بالبيت؟ لا مو بالبيت يعني، بس قريب يا ستي يمكن بالبيت. لا بالبيت. لك صبحي ليكون عديت من اخوك ربحي بقصة النملة، وصبحي اللي ماله صبحي، وربحي ابو ست ادام وثلاث رجلين. لا تتمسخري، انا عم بحكي عن جد. قومي انقلعي، قومي انقلعي عنوي، قومي اطلعي وياكي لبرا. انا ما بخاف من الكلب، بس اذا بتطلعي معي لبرا قومي. ايه قوم روح لحالك، اتركني قوم روح لحالك. يلا مركي هجم علي. والله لك ان يهجم علي حبيبي، شاطرة تتهاوي علي بس. او خليكي قومي خلينا نطلع. صبحي ينفخوا قلبك، مو حاسس انك عم تتصرف مثل ولاد صغار؟ حط راسك ونام بقى، اللي ببالك ما حيصير. ما حيصير؟ لا ما حيصير. يعني اقطع الامل؟ ايه اقطع الامل. ايه قطعته. ليش؟ هيك لاني قلت لك في قدامك 3 ايام لشوف تصرفاتك فيهم، واذا لسه بتحاول تفيقني او بتعمل لي حالك عم تمشي بنومك او بتعمل اي حركه وبيضل سلوكك رديء بهالشكل هاد، بدهم يصيروا اسبوع. يا استر على اختك، يا استر على اخواتك الخمسه وعلى امك املولو. الله يخليكي، بكفي لي يوم واحد مو ناقصني انا. يعني سنه عافيتي طلعوا لي على الميزان 5 كيلو. لا والله في صوت كلب. ليش؟ بيناتهم بتندحشي، فهمتي؟ زي ما انت مرحبا بانجو. مستقبل سعادة هذا البيت ومستقبلي الشخصي، تسمعني؟ بين فكيك بانجو. سمعان مثل مشنطط مثل الكلاب؟ اليوم بدي الشنطط العجيبة بانجو. خليه حط كل رزالة الكلاب والحواري اليوم. تبوش قلبي جاهز حبيبي؟ اسأل الله عليك. يلا حرامي من العض هالكلب، الابن الكلب.